بدل اون کاری که میداره تو دمشق میکنه توی لبنان. يبدو ان كتمان الاسرار في ايران امر بالغ الصعوبه حتى في اشد المواضع حساسيه وارفع مستويات السلطه. اسرائيل چه غلطي میتونه نسبت به ايران بکنه؟ إسرائيل لا يمكنها إلا أن تنفذ هجمات محدودة مثل الهجوم الذي شنته بعد عملية الوعد الصادق 1 على أصفهان، حين أطلقت علينا بضعة صواريخ باستخدام طائرات أمريكية متطورة من إحدى الدول المجاورة. التصريح المثير للجدل هذا فتح أبواب الشكوك والتساؤلات حول قدرة المنظومة الدفاعية الإيرانية على التصدي لصواريخ إسرائيلية التي بات التهديد بها أكثر وضوحاً، فأحدث وأقوى وسائل الدفاع سقطت في أول اختبار حقيقي. منذ نحو عام ودائرة غموض تحيط بواقعة استهداف منظومة الدفاع الجوي S-300 في منطقة أصفهان، فالتفاصيل بقيت محصورة بين المستهدف والمستهدف، أي بين إسرائيل وإيران، إلى أن خرجت ربما بزلة لسان من فم قائد الحرس الثوري الإيراني السابق محمد علي جعفري في سياق طرح رؤيته حول حجم وأبعاد الرد الإسرائيلي المتوقع على عملية الوعد الصادق، والتي يرى أنه سيكون محدوداً ولن يرقى إلى مستوى الضربة الإيرانية. تدمير البطارية الروسية ذات الاسم الرنان في ساحة الدفاعات الجوية بمسيرات صغيرة بحسب المتداول وضع المنظومة الصاروخية الإيرانية واستثمارات طهران فيها خلال السنوات الأخيرة في موضع شك، إذ بدا واضحاً أنها ليست بالمستوى المطلوب لمقارعة الهجمات الإسرائيلية والأمريكية. مراقبون قرأوا في ضرب أصفهان رسالة إسرائيلية مفادها أن الدفاعات الإيرانية في حال عزمت تل أبيب أمرها ستعيش حالة من الافتضاح. ورغم زهو طهران بمنظوماتها الدفاعية من صياد إلى بور وخرداد التي لم تخض اختباراً حقيقياً بعد، تبقى مساحة إيران الواسعة شاهدة على التحدي الأكبر. فهل ستصمد هذه الدفاعات أمام العاصفة؟ أم أن جغرافيا الأرض ستكون الثغرة التي تتسلل منها النيران؟